بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على طاعتك وإرضائك، اللهم لا تجعل لأعدائنا علينا سلطانا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل الضلال. ناخذ الآية دي كبداتها باش نبينوا بالضبط أن الإنسان دائما ينسى، وهو الاختبار اللي يؤيد هذا. قال كم لبثتم؟ أنا عندي أنا، قال والله، يعني هو اللي يحاسب، ولا أحد يجب ينطق إلا بما أمر به الرب. إذا كان سمح لك باش تنطق، ترشد على غيرك تورط وتورط، أو تنطق باش تكون انتسيسور، يعني شفيع. إذا كنت أهل لذلك، كنت مؤمن موحد مستقيم وتتبع الأنبياء عليهم التسليم، وقت ينطقك ربي باش تمنع إنسان في وقت في الحساب. كم لبثتم؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. قالك عدد السنين، بعد تقول له يوم وبعد يوم، توينك أنت؟ بان جهلك وتقلب الحقائق، وشكون يطمئن إليك إلا المغفلون. قال لي قلت له ما انا مش نولي رئيس بلديه، ولا انا مش نكون وزير في الوزن، وتوزر من عينك. العموم حتى ما نقولوش الوزير العادل هنيئا له، الحاكم والامام العادل هنيئا له، لانه عرف ايش يثبت امام التيارات الموغله في الافساد. امله يعني التيارات كل حد بوصوب جايه وهي سامة، ولهذا يلقبها يقول لك هذه النظرية اللي أنا أتبعها أتخذ وأتبناها. أنت النظرية هل هي حقيقية أو هي نظرية مجردة؟ والله أعلم مولاها شعمل كيفاش هندس وخنفس دنفس، وما أنا قال لك هاو هاو كيفاش تفسر العالم. الإيديولوجية هي ناس ما هيش حاجة عموما إيجابية، الإيديولوجية هي فضيحة لمن يدعون العلم حتى يرتقوا، حتى يقع رقيهم إلى الأعلى السلطة. هؤلاء هم المسمومون المسممون. احذروا يا ناس، احذروا هذا الدجل وهذا الصيد اللامبارك فيه، بل مش تكونوا أنتم الوقود لحروب قادمة عليكم، سواء كان في عمق دياركم أو في ذواتكم أو في البطانة اللي تحوم حولكم، طمعا فيكم ما دمتم في السلطة، قاض أو وزير أو كذا، أو حتى البواب ولا عنده ما يقول، وجواب لوالي لا يفقه الولاية. الولاية ولي خزوة ندامة يوم القيامة. مش معناها يجي واحد ما سافل خبيث والله اعلم به كيفاش حبلت بامه من حرام ولا حلال، وكيفاش كان شقي ببطنه او سعيد، وضمت رب التربيه فاسده في الخبائث، فهمتني؟ وبعد يجي هو اللي يتملى لك حد ما تدخل، يستقبلك بنفاقه، وبعد ما ضربش الضربه الاولى وبهرك تولي تستفيق، وبما انك انت تربيت على التبعيه وما تفهمش قد تتبع، تولي قبل ما يدخل لك اي انسان اكل حاجه بهذاك يقول لك فيه كذا وكذا، وقتلي هو باطل تماما. يعني انسان صابر، انسان مستقيم، يجي يقول لك عليه ما لا يمكن ان تقول بعد وصفه الا انه لئيم. قتلي هو من اعلى، في اعلى المراتب الاخلاق، في التقوى، في الاستقامه، في الامانه، وبعد بهذا بحاله، لأنه الكلب البواب الحاجب اللي يحجب عليك الحقيقة هو اللي أضلك، وأنت وياه ما دمتم في الطريق ذاك، اعلم أن جايكم بلاك كبير ستعزل، وهو سيدخل السجن أو المرستان، لأنه تكتك هنا ما عنده حتى مسكة من العقل. لذاك علاش هواها أضل وأضلك، والحديث الطويل اللي قلت تقول لك شماعات في المستان، وكيفاش مشي فما غلظه، وكاميزول دو فورس، وكانوا كاميزول شيميك ولا حاجه هكا برا، ابحث
لو عندك الانترنت قدامك ولا العارفين اللي حولك، تو يقولوا لك ماذا ينتظرك من خيبات امل ومن عذابات، ما انا بكل لون بكل فن يا لن، وبرا برا واضرب خلص. لهذا حتى الزمن ما عندكمش قدره على ضبطي وقياسي ومقابله مده بمده. والسلام، والسلام على من ارتضى ربا حكيما راحما عالما.